السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. لو انتوا عايزين تساعدوا الدوز بتاعتنا بشكل مفصل ومرتب، خشوا على الموقع بتاعنا. لو عايزين تضيفوا اي استفسار في الويب ديفلوبمنت او الويب ديزاين، او حتى عندكم استفسار في درس احنا عاملينه، خشوا برضه على الموقع بتاعنا وضيفوا الاستفسار بتاعكم وان شاء الله هنتابع معاكم. طيب النهارده هنعمل شويه حاجات كده، تعالوا نشوف هنعمل ايه. اولا هنكريت برودكت تيبل، تاني هنعمل كنترولر، ثالثا هنعمل موديول، رابعا هنجيب كل هنجيب كل المنتجات اللي احنا ضفناها، خامسا هنعمل هننزل اليوزر المنتجات دي وهو يختار منتجات معينه وهنبدا نخليه يتفعل عليهم. اوكي طب تعالوا نبدا. اول حاجه نعمل الداتا بيس بتاعتنا، هنروح هنا على اللوكال هوست بي اتش بي مو ادمن، نروح على الداتابيزز، نبدأ نكريت واحدة جديدة نسميها مثلا تيست برو، خلي الكولكشن بتاعها يو تي اف 8 جي سي اي، نقول كرييت، هعمل كده اسمه برودكت او برو، اديله مثلا وليكن 8 حقول، اقول له جو. اول حاجه الـ ID طبعا هيبقى auto increment primary key، التايتل ده يبقى for car 100 مثلا، this for car 300 مثلا، price اهم حاجه عندي، يا اما اخليها float يا اما اخليها integer. خليها integer يعني طلع عن متوقع ان اليوزرز هيبقى فيها 10.5 مثلا، 10 و10، يبقى خليها فلوت لان يعني انا متوقع مثلا يبقى حاجه جاهزه 50 60 مش عارف ايه، فخليها انتجر. تمام هنبدا نقول هنا created at updated at، بس مش هنكتب من كده طبعا، دول تايم ستامب، ده يبقى تايم ستامب. اوكي كده مش محتاجين حاجه تانية، title و description و ال price create at update at كده، تمام مش محتاجين حاجه تانية، نقول save فول. تعال نكريت جوا اي حاجة، نقول insert مثلا هنا ماك برو مثلا، هنديله ال price بتاعه مثلا وليكن 200. تمام هنقول هنا ايفون مثلا 100، نقول جو. تعال نضيف اي حاجة تاني برضو بالمرة، ايباد مثلا وهنخليه 50، كي بورد خليها مثلا 30. كده عندنا 4 منتجات وفي جدول. تمام تعال نروح بقى على التيرمينال بتاعنا. هنوقف بس السيرفر بتاعنا الأول. اوكي هنبدأ نقول هنا PHP artisan serve artisan artisan make controller، هنقول له مثلا pay controller او ممكن نقول له pro controller، ويبقى كلها كلها كل اللي عملها جوه البرو كنترولر ده. ماشي هنقول له بدل كنترول هنقول له موديل، ميك موديل، هنقول له هنا برو برضو برو بس. اوكي بعد كده نبدأ نشغل بي اتش بي ارتيزان سيرفر تاني. اوكي كده احنا عملنا خطوة تانية، ان احنا كريتنا الكنترول، كريتنا الموديول. تعالوا نعمل صفحة بقى نجيب فيها كل البرودكت بتاعتنا. اولا طبعا انا عندنا فريش لارافيل مفهوش اي حاجة خلاص. تمام كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هروح على الراوت، هروح على الويب، هقول له روح لي على البرو كنترولر، هات لي من الاندكس. لما اقول له برو دكتس، لما اقول هات لي برودكتس، تمام برو دكتس. اوكي برودكتس، لما اقول له هات لي برودكتس هيوديني على البرو كنترولر اندكس. تمام طيب تعال الاول بس هنا نروح للاب،
نروح على البرو اللي هو الموديول بتاعنا. هنعرف بس الجدول عشان هو مش هيقرا الجدول لوحده. protected table، التيبل اسمه طبعا برو، برو اسمه برو، تعالى اتاكد اسم الجدول ايه. برو تمام. طيب تمام، هروح دلوقتي بقى الكنترولر بتاعي اللي هو برو كنترولر. ابدأ اقول هنا فانكشن اسمها index public، public function اسمها index. هقول هنا return view، هنعمل view طبعا، هنسميه هنا برو مثلا، و compact بالبرودكتس بتاعتك. اوكي طبعا احنا عايزين نيجي نعمل برودكت، فاقول هنا product هيساوي البرو، هاتلي البرو ده، جت هاتلي كل البرودكت بتاعتك. طبعا احنا عملنا كل الكلام ده، لازم نعرف الداتابيس بتاعتنا في الانف. طبعا اروح هنا اقول له الداتابيس اسمها تيست برو، اليوزر اسمه روت، فيش باسورد. اوكي كده المفروض انا دلوقتي لما اروح على الراوت اللي هو اسمه برودكت هيجيب لي البيانات، بس هي طبعا هيطلع لي ايرور لان احنا ما عملناش الفيو اللي اسمه برو. تعال نروح نعمل الفيو اللي اسمه برو، نروح على الريسورسز، على الفيوز، نبدا نقول له هنا نيو فايل، نقول له هنا برو دوت بلايد دوت بي اتش بي. كل اللي هنعمله هنا تيبل تيبل ده هيبقى جواه فور ايتش، فور ايتش برودكت از برو اند فور ايتش. كل اللي انا عايزه هنا احط هنا تي ار، تي ار جواها اتنين تي دي، واحدة اعرض فيها اللي هو برو تايتل، والتانية هعرض فيها البرايس بتاع المنتج نفسه برو برايس. طبعا ممكن اعمل كوانتنتي والكلام ده كله، هيحتاج حقل اخير بس هنا هحط فيه انبوت عادي خالص. انبوت الانبوت ده هيبقى من نوع تشيك بوكس تمام، هيبقى الفاليو بتاعته هيبقى فيها ال array هنقولها دلوقتي. طب ثواني بس كده نقول له الفاليو بتاعته هيبقى فيها، بس عايزين نديله هنا النيم بس الاول. النيم هيبقى فيها البرودكت تمام، وهتبقى array، والفاليو بتاعته هحط ال id بتاع البرودكت نفسه برو ID بالشكل. تعال تشوف بقى الشكل بتاعنا لما اروح على برودكت دلوقتي، هروح على لوكال هوست 8000 برودكتس، شوف الدنيا في ايه. هيديني طبعا اكيد في ايرور هنا، اي مشكله انت عندك اكسس دينايت. ثواني بقى كده، اكسس دينايت ليه بقى؟ هل احنا عندنا مشكله في الداتابيز نفسها، في البيانات اللي اتصل اسمها تيست برو؟ تعال تشيك اسم الجدول داتابيز عندي ايه. تيست برو تمام، الجدول اسمه برو. هل هنا في البرو هنا في مشكله؟ لا بروتكتد تيبل. تعال بس عشان شكلك من نقطه صغيره، تعال هنا نفس السيرفر بس نقول هنا ال اس احنا فين بالظبط. بي دبليو دي احنا في الفيو اكزيست كود تمام مظبوط 100%. هل احنا في نفس المكان هنا؟ مظبوط 100% تمام. طيب احنا فاصلين السيرفر، تعال نشغل السيرفر. طب عشان بس ما اضيعش وقت الدرس هشوف المشكلة في ايه، وان شاء الله نشوف الدرس الجاي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.